هذا عرس اتحادي كبير، لحظة تاريخية ستبقى موشومة في ذاكرة الاتحاديات والاتحاديين، فلحظة اللي كتعيش فيها الإنسانية جمعاء جراء كوفيد 19. قدروا الاتحاديين يعقدوا مؤتمرهم 11، قدروا الاتحاديين يصيفطوا ميساجات للخصوم، يصيفطوا ميساجات للأعداء بأن الاتحاد الاشتراكي هو حزب قوي قادر أن يجيب على أسئلة مجتمعية، قادر أن يصرف مشروعه المجتمعي. طبعا الشعار هو مبني على ثلاثية جميلة جدا، الاتحاديات والاتحاديين دائما عندهم قدرة على الإبداع، قدرة على المبادرة. شفنا شعار ديال وفاء التزام انفتاح، طبعا وفاءنا لقيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفاءنا لدماء الشهداء، وفاءنا للناس اللي ضحوا بالغالي والنفيس من أجل هذا الوطن. التزامنا هو التزام القوانين، التزامنا هو قدرنا نعقد مؤتمرنا، التزامنا القانون الأحزاب، القانون المطبق في هذا المجال. طبعا والانفتاح هو الانفتاح على كل المبادرات الخلاقة، كل المبادرات الحية، كل الأطر التي تتقاسم معنا هم المجتمعي، هم الديمقراطية، هم الحداثة والعدالة المجتمعية.